ايه في ايه؟ احكي لي، ما تخافيش، ابوكي مشي. هدي انا خايفه قوي. ليه يا بنت؟ بقول لك ابوكي مشي. هدي انا نمت مع انور. يا نهار اسود. طب ممكن تهدي شويه وتفهميني في ايه؟ مفيش كلام تاني، خلاص انا ما بقتش بنت. طب وانور فين؟ سافر. سافر؟ يعني ايه؟ مكنتش اعرف ان هو مسافر. كلمت اهله وقالوا لي ان هو سافر ايطاليا عشان يشتغل. اعمل ايه؟ اقول لابويا ايه؟ اضربي اضربي. انت عملتي كده ليه؟ عملتي كده ليه؟ عملتي كده ليه؟ كسرتي ابوكي ليه؟ ابوكي غلبان. اسكتي، مش بنت عم محمد غلطت مع صاحبها وتنيلت؟ يا حرام. وبعدين كملي. كمل ايه؟ والواد فين؟ اللي فين؟ الواد سافر طفش. اوعي هديل تكوني عايزه تعملي العمليه. امال انت عايزاني اعمل ايه بقى ان شاء الله؟ ايه التخلف اللي انت فيه ده؟ انت ازاي تفكري في حاجه زي كده اصلا؟ لو سمحتوا يا جماعه، حد يرد على البنت دي قبل ما تشل. حد يرد عليها هتشل. يعني انت يا ساره عايزاها في موقف زي ده، المفروض يعني تعمل ايه بالظبط؟ انت ازاي عايزه تعالجي مشكله بكارثه؟ المشكله في حد ذاتها بالنسبه لها وبالنسبه لاهلها مصيبه. وبطلي تقارني الناس بيكي، مش كلهم زيك. بالنسبة للراجل اللي هيتجوزها يا هديل، هتقوله ولا لأ؟ لأ. ما هي واخداها ليه؟ عشان تعمل لها العملية، مش عشان محدش يعرف. انت بقى ازاي تشاركي في ان واحد يتظلم؟ ازاي تشاركي في ان واحد يضحك عليه بالشكل ده؟ علشان مجتمعك هو اللي جبرك انك تكذبي. بس انت يا هديل عملتي كده مع سيف. والحمد لله ان هو ما طفش زي اللي طفش منها. واديني متنيلة متجوزة وعايشه في نكد وقرف، ويمكن ده بسبب ان انا اتجوزته عشان القرف اللي عملته معايا. على فكره بقى، كلكم فاهمين شرف البنت غلط. عندكم خلط ما بين الادب والشرف. الاثنين واحد. لا مش واحد. يعني انا مثلا انتوا شايفيني مش محترمه؟ ايوه انا بهزر. بس بص يا سارة، البنت اللي بتتكلم عنها هديل مجتمع مختلف تماما عن مجتمعك، حياه تانيه يا بنتي. والدكتور ده عرفتيه منين؟ انا معرفوش. كلمت سيف لقيته ما بيردش عليا، فقلت اكلم خالد، اكيد هو يعرف حد. وفعلا. هديل. ايه؟ خايفه قوي. ليه؟ مش عارفه، بس خايفه. هي بسيطه صح؟ سهله. ان شاء الله يا زينب. هو انا هعرف منين يا زينب؟ انا كنت عملتها قبل كده. هتجنني؟ ايه الغباوه دي؟ بس. خالد، ازيك يا خالد؟ هاي هليلي، ازيك؟ زينب. ازيك يا زينب، عامله ايه؟ ازي حضرتك؟ هي العمليه سهله مش كده؟ يا بنت هو كان الدكتور بتساليه هو ليه؟ ما يجي الدكتور بتساليه من ايه الغباوه دي؟ انا كنت مع دكتور دلوقتي، قال لي العمليه بسيطه جدا، ما تقلقيش. معلش يا خالد. فانجو في العياده. مين فيكم انت الثلاثه اللي هيعمل العمليه؟ ايه يا دكتور في كده بقى؟ ما هي قول لي يا دكتور بعد ثانية واحدة. العملية بتاخد وقت؟ والله على حسب، ربع ساعة والبنك بيفك لوحده. انا بخاف من البنك يا زينب. في ايه؟ بخاف من البنك يا حبيبتي. ايه يا حبيبتي؟ بالراحة يا حبيبتي. بقول لك ايه؟ انت فاكراني دكتور ولا ايه؟ يلا يا حبيبتي، يلا يا ماما، ده كلها شركة تبوس. يلا ما تخافيش يا زينب. يلا بدل ما اخدك انت كمان. روح يا زينب. بانكو بانكو في العيادة. انا معاك يا حبيبتي، انا قاعدة اهو. هتيجي نشرب سيجارة هنا في العيادة؟ انت بتسمي دي عيادة هديل؟
امال اسمها ايه دي؟ معرفش. سوري يا خالد تعبتك معايا. ما تقوليش كده، ما تبقيش عبيطة. يعني صحيتك بدري، انت مالك انت ومال الهم ده كله؟ ده ثمن الصداقة يا ستي. ولا يعني انت فاهمة ان الصداقة ان احنا ندردش ونتكلم ونسمع بعض وبس؟ عارف زينب دي تعتبر زي بنتي، تربيتي. ونعمة التربية الحقيقة. عايز تقول ايه؟ ما تزعليش والله بقرك. طبعا وارد ان اي حد فينا يغلط، بس يعني يا زينب دي بتشتغل ايه اصلا؟ فنانة تشكيلية جميلة. هي اللي بتعمل لي كل الديزاينز بتاعت الجاليري بتاعي. قول لي يا خالد، هو انت عرفت الدكتور ده منين؟ اسألي ليه؟ يعني عايز اعرف. ماشي هقول لك. انا مراتي سقطت هنا مرتين. ليه يا ابني تعملوا كده؟ هديل، ما ينفعش اجيب عيال واظلمهم معايا في الدنيا دي. انا اوريدي عندي اتنين، ما ينفعش اجيب بقى تلاتة ولا اربعة وما اعرفش اصرف عليهم ولا اعلمهم مظبوط. اتس نوت فير. يا سلام يا سلام، يعني ما كنتش عارفين تنظمهم بدل ما تقعدوا تنزلوا ببيع؟ لا يا خالد مش طريقه. عملنا التنظيم بعد المشاكل ديت طبعا، سيطرنا على الموقف. يعني الموضوع ما كانش سهل كده، هي ما كانتش عارفه تتصرف. الدنيا دي حالها غريب، للي بيجيب عيال مبسوط ولا اللي ما بيجيبش عيال مبسوط. ايه العيشه السودا دي يا اخي؟ قولي لي هديل، صاحبتك زينب دي لما تتجوز تفتكري هتقول لجوزها؟ لا طبعا، عقلية الرجالة في حاجات كتير ما بتقدرش تستوعبها، عشان كده هي لازم تكذب. هما الرجالة كده مركبيننا زنوب طول الوقت يا ساتر. هي ليه اسكتي يا خالد، انا مش طايقاك انت كمان. ايه اللي يخليها تغلط عشان تكذب يا هديل؟ ممكن تقولي لي؟ عشان هي بشر. انت عشان راجل لو غلطت مش محتاج انك تكذب، انما هي لو غلطت لازم تكذب. ايه العيشه السودا دي؟ قولي لي انت ازمهلتي ليه لما الدكتور سال مين فيكم الحاله؟ ايه مزمهله دي؟ اتخضيتي. اتخضيت جامد؟ قوي. لا يا راجل. اه قولي يا خالد، هو اللي كان هنا ده الدكتور؟ هو شكله مجنون بس كويس. مش عارفه حسيته على هبل شوي. ما تجيب سيجاره. انا ما عنديش تاني خلاص. طب انا اعمل ايه في دي؟ ارميها؟ صباح الخير. صباح النور. ايه ده انت كنت فين؟ ده انا كنت فاكرك لسه نايمه جوه. صحيت من بدري ونزلت انا وزينب في مشوار مهم. ازيك يا زينب؟ ازيك يا استاذ؟ انت ليه وشك تعبان كده لون اصفر؟ فعلا كانت تعبانه، عشان كده خدتها للدكتور بتاعي. انت ما صحتنيش ليه قبل ما تخرجي؟ معرفش، حسيت ممكن تكون تعبان من مشاوير امبارح. يا اهلا يا زينب. يا اهلا. الف سلامة عليك. الله يسلمك. انت مش عايزه حاجه قبل ما اخرج؟ رايح فين؟ شويه مشاوير. هتتاخر؟ يعني على حسب الظروف. عن اذنكم. مرحبا. تعالي يا زينب. اقعدي بقى كده وركلسي خالص وقولي نفسك تفطري ايه. لا 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 ماليش نفس. ايه اللي ماليش نفس دي؟ لا لازم تاكلي، انت من امبارح صايمه، وبعدين ابوكي كده ممكن يحس. مش قادره اكل صدقيني، فعلا مش قادره. زينب عايزاكي تيجي على نفسك شويه، على الأقل علشان خاطر أبوكي وأمك اللي بيخافوا عليكي وبيحبوكي. أنتِ بتطمني بالكلام؟ بالعكس، أنا خايفة عليكي، وما كنتش متصورة إنك ممكن تتنازلي بالسهولة دي. حبيته. إيه حبيته دي يا زينب؟ طب أهو طلع واطي. كنتش عارفة إنه هيطلع كده. فين إحساسك بالراجل اللي قدامك يا زينب؟ يا بنتي أنا مش اتكلمت معاكي كتير. إحساسي خدني. طب ممكن بقى تخلي بالك من احساسك احسن يخونك المره الجايه كمان.
مفيش مرة تانية خلاص. يعني ايه؟ انتي صغيرة وحلوة وبكرة تنسي وان شاء الله هتحبي. استحيلة. مفيش حاجة اسمها استحيلة. طول ما انتي عايزة يبقى ممكن يحصل. وخصوصا بعد العملية اللي احنا لسه عاملينها دي. زعلانة منك وعليك يا زينة. تفتكري ربنا هيسامحني؟ مش عارفة. بس أكيد لو ما غلطتيش تاني هيسامحك. هتلاقي الحد اللي يستحقك. وهيحبك. وهيتجوزك. ساعتها هقول له على كل حاجة. تقولي له إيه يخرب بيتك؟ أمال إحنا كنا رحنا عملنا عملية ليه؟ أنتِ إن شاء الله اللي تبقي عايزة تتجوزيه تبعتيهولي، أنا هقعد أتكلم معاه وأشوف إيه النظام معاه ونخلص الموضوع، لأني لما سبتك لوحدك عكيت الدنيا. ليه أي راجل ليه ماضي ما بيعجبوش؟ حتى لو أبويا عارف إن الراجل اللي جاي يتجوزني ليه علاقات كتير، ما عندوش أي مشكلة. وبالعكس، لأ طبعًا. إيه الفرق؟ ولا غلط واحد.